بعد قرار تملك الأجانب، هل هيحصل طفرة في القطاع العقاري؟ معاكم ميار كمال من قناة عالم المال AATV. المجلس الأعلى للاستثمار طلع قرار من ضمن الـ 22 قرار عن تملك الأجانب للعقارات في مصر أو الرخص الذهبية. إيه تفاصيل القرار ده والهدف منه؟ القرار القديم كان عن تملك المستثمر الأجنبي لعقارين كحد أقصى ويكونوا في مكانين مختلفين عن بعض. أما القرار الجديد فهيخلي المستثمر يتملك عدد من العقارات، وده في إطار الضوابط اللي تضمن سداد قيمة العقارات بالعملة الصعبة، وده جه في وقت الدولة المصرية بتحرص فيه على إنها تشيل كل العقبات قدام المستثمرين. القرار بيفتح الباب لدخول عدد كبير من الاستثمار في القطاع العقاري، وهيساهم في تحريك القطاع بصفة عامة في ظل الإنجاز اللي متحقق في المشروعات الفاخرة اللي مش بتناسب قدرات كتير من المصريين لكن بتناسب عدد كبير من الأجانب. وأغلب المستثمرين بيروحوا مناطق ليها طبيعة خاصة يعملوا فيها مشاريع الاستثمار السياحي زي شرم الشيخ وغيرها، والقطاع ده بيجر وراه تطور في قطاعات كتير منها القطاع السياحي، وبالتالي بيساهم في تحريك الاقتصاد والاستثمار. وكالة فيتش كانت طلعت تقديرات إيجابية لمسار قطاع العقارات في مصر، وتوقعت أن القطاع ده يتوسع بنسبة 6.8% على أساس سنوي في السنة دي، ويحقق متوسط نمو 7.4% بين عام 2024 و2027. وقالت أن مصر هتشهد أكبر دورة لرأس المال الخاص في ظل الشراكة بين القطاع العام والخاص، وبتستهدف جذب استثمارات أجنبية بقيمة 10 مليار دولار.